تحية السام جوهينة، وماذا نرى على هذا السام الذي ما زال يتداول بقوة فوق مستويات ال 13 جنيه ونص لحد مستويات ال 14 جنيه ونص، ودي منطقة طلب قوية جدا، كانت منطقة عرض، كانت انهارت من الأسعار في آخر دورة سعرية وصعدنا منها بقوة. أنا يهمني هروح بس مع بعض على فريم الويكلي، هلاقي إن هي دي وخلينا نروح على فريم المانثلي كمان عشان نوضح الفكرة. أنا المنطقة دي كانت انهارت منها في آخر الأسعار، ودي تكونت عندي منطقة عرض تحولت إلى منطقة طلب وصعدت فوق منها، وكل تراجع ليها بضعف بيكون فرصة شرائية، اللي هي المنطقة اللي ما بين مستويات ال 13 جنيه ونص لحد مستويات ال 14 جنيه ونص. وأنا عملت صعود قوي جدا وجيت نزلت وارتديت من المنطقة دي وبقوة، يعني أنا عندي منطقة دعم قوي جدا عند مستويات ال 14 جنيه ونص، وأعتقد ده المفروض يكون وقف الخسارة لو أنا بستثمر على المدى الطويل داخل هذا السعر. طيب لو رحت على فريم الساعة بقى، وده اللي يهمني، هلاقي إن أنا بدأت عملت دورة سعرية عندي جت على هذا الشكل، عملت منها واحد اتنين وده كله تلاتة، وتراجعت بأربعة وعملت الموجة الخامسة وصححتها، وعملت موجة وصححت على شكل اي بي سي وخدت الموجة الثالثة منها. طيب أنا إيه مشكلتي مع السهم ده؟ كل الهبوط ده. طيب خلينا نمشي مع بعض الأول ونشوف، طب أنا حققت المستهدفات بتاعة الموجة الثالثة من الموجة دي ولا لأ؟ هلاقي نفسي حققت مستويات ال 161 فيبو كهدف محتمل، وما زلت بستهدف إيه؟ ما زلت بستهدف مستويات ال 200 ل 261 فيبو، يعني أنا عندي هدف عنده مستويات ال 20 جنيه و35 قرش او 20 جنيه و30 قرش او 20 جنيه، وده ما زلت انا مقتنع ان انا هحقق الهدف ده. طيب انا ايه مشكلتي مع السهم ده؟ ببساطه مشكلتي الهبوط العنيف اللي حصل في الموجه الثالثه. الموجه الثالثه احنا كنا متفقين دايما انها بتصحح ما بين مستويات ال 38 الى 50 فيبو، انا هنا صححت لحد مستويات ال 78 فيبو وارتديت بقوه من المستويات دي، واعتقد ان السهم عمل انعكاس وما زلنا نبحث عن قمه جديده. طيب انا جوه السهم او لسه هدخل السهم، هتعامل مع السهم ازاي؟ اولا لو دخلت السهم الاستوب بتاعي اولا لازم هيكون في المناطق دي، كسر المناطق دي تتحول النظره الى سلبيه، اللي هي مستويات ال 15 جنيه و80 قرش. طالما انا محافظ على مستويات ال 15 جنيه و80 قرش، ما زلت ببحث عن ايه؟ ما زلت ببحث عن قمه جديده. بمنتهى البساطه عملت واحد اتنين عملت ثلاثه وصححت كل هذا التصحيح عليه، ما زلت بستهدف قمه جديده. ممكن القمه الجديده تيجي منقطعه، ولكن اعتقد ممكن تعمل يعني صعود طفيف، واحنا بنقول الهدف 200 فيبو عند مستويات ال 20 جنيه و30 قرش، اعتقد ان احنا ممكن نصيب الهدف ده، وبعد كده هنصحح النمط ده كله اللي هو بدا معايا من المستويات دي بالقمه الجديده، وبعد كده هستهدف قمه جديده. طيب ده السيناريو على المستوى البسيط. لو رجعت تاني على فريم الويكلي اوضح نقطه كمان، ان انا المفروض عملت دوره سعريه بستهدف منها مستويات ال 161 فيبو من كل هذا الصعود. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا هدف عند مستويات ال 20 جنيه، طب انا عايز مستويات ال 161 فيبو من كل هذا الهدف، الاقي نفسي ان انا عندي هدف عند مستويات ال 20 جنيه ال 21 جنيه قصدي و 84 قرش، وضربت المستوى الهدف بتاع مستويات ال 138 فيبو، يعني انا على المدى الطويل عندي هدف عند المنطقه دي، ولكن خلينا نحقق الاول هدف اللي عند مستويات ال 20 جنيه و30 قرش وننتظر اي تراجع، وبعد كده نبحث عن الهدف اللي عند مستويات ال 21 جنيه 85 قرش. أتمنى تكون النظرة اتضحت، وبالتوفيق.